بنحييكم على شاشة تلفزيون لبنان، رح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول لنا. أهلا وسهلا فيكي ست هدى. بونجور شيف، كيفك اليوم؟ الحمد لله. إن شاء الله كل شيء منيح. أنا منيحة وأنت؟ أنا كمان منيح، كتر خيرك. كيف الثلج؟ منيحة الثلج. قديك؟ متر ونص برناير فوق عنا على المرج. يلا منيحة خير. بس بعد بتشوفي ناس عم تشتري ماء، يعني هي بتزعلي. عنا اليوم شوربة البصل عاملين على الطريقة الفرنسية، في شوربة البصل العادية وفي شوربة البصل الفرنسية. شوربة البصل الفرنسية بيدخل بتركيبتها بيض أبيض، عشان هيك اليوم عاملينها على الطريقة الفرنسية. أما الطريقة العادية يلي مش الفرنسية ما بيدخلون بيض أبيض، بس نفس المكونات يلي هني منحطهم لإلها. بس هي أصلاً الأونيون سوب هي فرنسوية وهن قلدوها وشلوا لها البيض. أنا قلدتها وشلت البيض. مش هني أنا. ليه؟ لا في ناس ما عندها البيض. منمنعهم ياكلوا شوربة البصل؟ لا لا. مشان هيك أنا قلدتها. أهم شيء لشوربة البصل بدنا مرقة. إن كان مرقة دجاج أو مرقة عظام، غنم أو بقر أو ماعز. أهم شيء الفون. هو يلي بيعطيها النكهة الطيبة لشوربة البصل يلي نحن فيه. هون حاطين كمان بنحط معهم زيادة، حطيت جزر ورق غار، هاي كمان عود قرفة وملح مش حاطين. حطي ملح ليطلع عنا شوربة البصل. عنا كمان دجاج بالبطاطا بالفرن مع الكركم، وهي زيتة اللي هي بيسووها دجاج مع البطاطا بالثوم والحامض كمان يلي بتعطي نكهة طيبة، نحن عاملينها بالكركم. هلا أول شيء للدجاج بنجيب صينية بنحطها هون الصينية خليها بدنا نقلل بدنا نحملها شوي لنسهل العملية لأنه بالفرن بتاخذ وقت أكثر. بنحط شوية زيت نباتي، بنجيب فخاذ الدجاج يلي مقصوص الفخذ اثنين بس يحمى شوية زيت بنحطهم عليهم. أنا بدي بلش أقطع البطاطا. أوكي شيف، فينا هون شوي بدك تقليهم بالجلدة؟ إيه بالجلدة، عطول بالجلدة، بس وقت اللي بنجي ناكل بنشيلها. ليش بالجلدة؟ الجلدة بتعطيها طراوة، بتعطيها نتفة دسم، بالوقت زيته بتحميها مشان ما ينتزع اللحم عنا، في حماية للحم. أوكي. هلا بدنا نبهر ونملح هون. فيك تملحي وتبهري هون، وفيك دغري رجع نحط هونيك ما بيأثر. ننصح بس بدون ما تملحي وتبهري، لأنه بنشتغل ونحط الصلصة بالفرن من بعد ما نحطها مع البطاطا بنسويها. نجيب طنجرة كبيرة بنحط فيها معي لأعمل البطاطا بلانشير. بلش اقطع البطاطا، وقت بيكون الرونديل كبير فيه قصه اثنين وفيه خليها مثل ما بدنا. خليهم فيها ممنوع نشيلهم. يلا حط لك ثوم، كرات، هاو مواد عطرية مشان الزنخة، وهاو جزر مشان الزنخة،
ورق غار وبعدين قرفي مشان الزنخه. يلا بهالطريقة منحمر قطع الدجاج فيك تقلبيهم يلي معروف. ايه قول بدي ينزلوا بالماء بدي اسوي شوي لنخلص يلا قلنا رح بس يكون كبير الشقفة فينا نقصها اثنين في قص لهون مش ضروري كلها لمحل ما هي عريضة. هلا رجعت تطلع شقفة وحدة مقبولة. بعرفك حبة هيك. طيب خلينا نشوفهم بيعطيك اياه. طيب يلا شوف هيون هون نار خفيفة للمواد العطرية. هاي الاشي قاسي هنا نحطها مع المواد العطرية. انا خصوصي اللي بدي اشتري البصل قدامكم لنعلمكم هاي الاشي يابسي قاسي ما بتستعمل معنا بس انا المواد العطرية بلا ما اشتري بصلي لإلها بحطها لإلها. نحط مع بصلتين صغار وسط او وحده كبيره للدجاج. يلا قطع يلا لحظه شوي ونضيفهم بهالشكل. بنقلبهم معه هالبصل شوفوه كيف بياخد لون ذهبي هذا بيعطي طعمة الجزر هالوقت الغار كلهم يلي بيعطوا معهم طعمة. هلا بدنا تتبلهم الست هودا بالكركم اللي معروف وحطي معهم شوية بابريكا شوية بهار ابيض انا رح نوس النعر وبعدين بنضيف عليهم البطاطا. اوكي شيف بندور بالبهارات وبنحطهم فوقهم كمان شو عليك؟ ايه ساعة دوبين بهاي دغري ايه هذا كركم
بابريكا يعني بهار فليفلي حلو اوكي وشوية بهار ابيض دائما بهار ابيض ما منكتر وشوية ملح وين ملح بدك ملح ملح بدنا منيح مش شوي اوكي يعني لانه بنحط مع البطاطا يلا هات اجيب لك مي لهون خلص لفرح اخذ مي من هون شايف لا من وين؟ لا خلي لي يلا شربت بصل هون ايه بس مطبوخة يلا ما بعزم ما بدنا نزعبر يلا حركي يون وزعيهم على الكل ونحط ونزيحها اوكي هاي النكهة الأساسية بدها تكون لإلها حتى الفخاد بقلبهم هيك خليه يتشربوا من نكهتها لانه هون هي عمليه النكهه هلا بدنا نزيح هاي اللي لهون وهي لهون ايه تنعلي البلاش من اول بطاطا اعطيني عمي انا بس اذا بدك هدي لي هاي خلص تركيها فوالا من قوي النار هون وهون بنخفف نخليها شوي شوي عليها بالنار وبناخذ اتصال الو الو بونجور بونجوريني اهلا وسهلا بدي اسالك عن شوربة البروكولي ايه تكرم عيونك شربت البروكلي اول شيء اهم شيء بده يكون عندنا فون مرقة دجاج او مرقة عظام وي مثل ما هلا غلينا عفوا وهلا شيء تغلي نص ساعة بتجيبي شقفة زبدة شو 40 جرام بتحطي عليها 3 ملاعق كبار طحين بتحطيها عليها وبتحركيها بتحركي الوقت نص دقيقة بس نص دقيقة منشان ما يتلون لون الطحين ويصير لون الطحين أشقر بالشوربة البروكلي بده يكون الطحين ابيض بنحركه فقط نص دقيقة وعلى نار خفيفة كيف هودي هلا على نار خفيفة كمان على نار خفيفة نرجع نضيف لهم شوي شوي من مية الدجاج عليهم شوي شوي ونحرك شوي شوي ونحرك بنضيف معهم ملعقتين كبار حليب بودرة إذا عندنا كريمة ما بنضيف حليب بودرة بنضيف لها بالأخير كريمة منضل نضيف فون ليصير عنا المزيج اللي عم حركه مع الزبدة والطحين شوي رخو بجيب البروكلي بقطعها بحطها بطنجرة بقطعها صغير بحط معها نص كباية مي وبسلقها على النار لمدة 3 دقايق بشيلها هي وميتها بحطهم فوق الشوربة بحط لها ملح بار أبيض ومنقدمها إلنا اللي عنده كريمة ما بيستعمل حليب بودرة وبحط لها كريمة بيطلع عنا شوربة البروكلي تكرم عيوني وأهلا وسهلا فيك ماشي تكرمي نحط فيها هون أنا خلص رح ننطر البلانشير ونحضر البصل البلانشير إيه شايف هلأ هون بنحط الأونيون سوب إيه بس بكير بعد إيه أوكي خلي بيملي البويون أنا بيملي البويون يطلع منيح نحطه هون ايه بس بكير على شربت البصل يلا معك كتير وقت ايه مرتاحة وضعي بهمنا اهم شيء اياه بالفرن ايه اللي بياخدوا هيك لخفف شوي من المي قديه بدها تفرق شوي تفرق كله بيفرق هلا بيطلع نص لتر مي بيفرق ما هو انا حطيت ميات مش انت يعني بدنا نقول خليه يغلي بسرعة ايه
فرق. هلا بتغلي يحضر لنا مسفاية انا. ايه حي موجودة شيف، موجودة كله هون. اذا بدك نحضر الاونيون لانه يحيى تكرمي بدك هون و... نرجع حط على نار خفيفة. ايه هون نار قوية. حطي الزبدة اللي معروف. هلا هون ننبسط بتحضير الاونيون سوب. هي البصل بنقشره هيك وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. انا شفتك على التلفزيون مش عم برد. بلا عم رد لك. وين الشيف انطوان معك؟ الو الو ايه بونجور. انا شفتك على التلفزيون. بونجور مدام، عم بسمعك. عم بحكيني؟ ايه عم بحكيكي لإلك. ايه ام ايه بدي اسألك سؤال. تكرمي بدي عزبك تسمعيني بالأبراي وتوطي التي في شوي عندك. وحدة عم تحكي يا عيوني. انت اللي عم تحكي يا مدام. بدي عزبك تسمعيني من الأبراي وتوطي التي في شوي عندي. نعم بدي اسألك سؤال. في عندي ليش دي قشطة كريم؟ في عندي كريم قشطة نسبي ورايحة مدتها من شهر أيار. بدي اشوف مشان الكاب صاري ولا شو؟ خلص بدك تكبيها. بدها كب. اوكي تكرمي. على وسهلا فيكي. شيف شو كان السؤال؟ اذا حدا ما سمع. عندي قشطة من شهر ايار بتخلص. شو بتعمل؟ بتكبها. بتكبها. لو غير قشطة يمكن مشيها. انتبه خلي لي اياها. هول خلينا نكبها. شايف ما رخصوا الغراض. ايه ولا شيء رخص. كلمه عم يغلى ولا ضربه. عم يضحكوا على عيانا. والله مزبوط عم يضحكوا على عيانا. هون انا عجبني اليوم ان نزلت تنكت الطل. نزلت ايه تنكت المازوت 800 ليره. 800 مش 1000. 800 ايه. بتعرفي قديش 800؟ علبه العلك حبه منه ما بيطلع لك ب 800 بقى. بس المواد الغذائية اللي نحن عم نشتغل فيها كلها زيت أبعد أو أغلى. كان عنا على أساس أنه أمل بلكي بينزلوا شوي. كان عنا أمل ينزل الدولار لينزلوا. نزل الدولار وما نزلوا. أنا قلتها من زمان والهايدي زبط ويدفع 3 ملايين و4 ملايين ما بتحرز. بالضبط. غير ما يحبسوه لو قد ما معه مال ويكون عنده نفوذ يحبسوه لو 3 أيام بس بيبطل يغلي. عملية نفسية. يلا ماشي عقبال ما يجينا حكام أبضيات. دام بخير. هلا شايف البطاطا البلانشير بدنا نصفيها ونحطها على البطاطا على البولي على الدجاج. ايه ونحطها بالفرن. نحط لها شوية مي معها بعد. ايه يلا تفضل. وبناخذ اتصال. الو كيف يا ري؟ الو بدك. الو بونجور. الو بونجور مدام. اهلا وسهلا فيكي. كيفك شيف انطوان؟ ماشي الحال يا اهلا وسهلا. شيف انطوان في اكل عملته امبارح. نعم جوانح الدجاج بالبطاطا. ايه بس ما انتبهنا لها كثير ونسينا شو اسمها. اذا في مجال بس وقلبتها هيك بالقالب.
ايه تكرم عيونك تكرمي. يلا شوفيني شوفي خلص مش الحال شو نصفي بنحطهم. يلا شيلي القطع عنا تحطيها دغري هون. ايه صفا. نصفي البطاطا والبصل صفي ينفع منه بس كفوف. طب يلا كتين كلهم سوا خلاص رح نزبطهم هيك مش هون بدك. أصبح كان امبارح جوانح الدجاج مع البطاطا يلي سويناها. أول شي بدنا نعمل صلصة من عصير البندورة ملح بابريكا حلوة بهار أبيض شوية كمون وشوية ماي نخلطهم كلهم سوا مع بعضهم. بجيب جوانح الدجاج بغطهم فيهم بحطهم على حدا. بجيب صينية مدورة بجيب البطاطا بقطعها رونديل من بعد ما أعملها بلانشير مثل هيدي بغطها بقلب الصوص وبصفها على داير الصينية على شكل قالب. بعمل طبقتين بطاطا طبقة جوانح طبقة جزر حبة عنابيط بالنص والزوم يلي زاد عندي ضيفن علي. مندخلها على قلب الفرن بدها بالفرن تقريبا حوالي 50 دقيقة. منشيلها منقدمها بالقالب أو منطبها على جات مدور. وعطول من إلكون ألف صحتين. ناخد اتصال. ألو هلا مزبطهم شوي. ألو بونجور. بونجوريني أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيف أنطوان طول عمرك. تسلام أهلا وسهلا فيك حبيبي الشيخ. الشباب في عجينة مثل القطاية هيدي صراحة من زمان كنت أكلها بس ما بعرف شو هي الرسائل. هي عجينة مثل القطاية وبحطولها السيروب يا حمود وسكر يا ليمون وسكر وبسقوها وبلفوها مثل الساندويتش. مر عليك شيء؟ رجع عدلي. هي عجينة مثل عجينة القطايف. نعم. بتنلف مثل الرول وبيسقوها بتلقولها يا حمض وسكر يا بردقان وسكر وبتصفي مثل الساندويتش يعني. ايه بس هي حلو مش هيك؟ هي حلو نعم. ايه رولو كيك رولو هيدا رولو. نعم في مجال الرسالة تبع الرولو. ايه تكرم عيونك بعد بده ينعمل من عجينة اسفنجية هذا مزبوط. نعم حطيني شوية ماي. اوكي تكرم عينك وعلى وسهلا فيك. ايه بكفو حطي يلا فوطيها على الفرن. هاي الفوطة افتح لك الفرن. بدنا نفوت البطاطا على الفرن. بدنا نحط هون السوق البصل. لا خليه بحب على نار قوية خلي البصل يتشبع. أول شيء لنعمل عجينة الرولو بنجيب 4 بيضات 120 جرام سكر. البيض لازم يكون خارج البراد أقل شيء 2 أو 3 ساعات. إذا كان البيض بالبراد ما بتزبط العجينة معنا. عم وضح الأمور أنا قبل ما تبلش فيها. 4 بيضات خارج البراد أقل شيء لمدة 2 ساعات بيتكسروا بينحطوا بالآلة الكهربائية بينضاف عليهم 1/2 كوباية سكر مع ملعقة. السكر منضيفه شوي عليهم شوي لتخلص الكمية.
نتركهم على المكنة يخفوا مع بعضهم بين 8 و10 دقايق ليصير عندي رغوة شوي سميكة، رغوة شوي سميكة. لأعرف إنه صارت منيحة هالرغوة بوقف المكنة وبجيب ملعقة مثل هالملعقة بغطها بالمزيج وبعمل هيك عمالة. إذا نزلت مثل الشلال ورا بعضها معناتها بعبدها. إذا نزلت وعطشت رجعت نزلت وعطشت معناتها إنه بطل بدها. عم وضح الأمور وكلها عجينة حساسة لأنه ما فيها بيكون بودر. لنفترض بعبدها يعني برجع بدور المكنة وبتركها شوي لتنفخ. بس تصير منيحة بوقف المكنة وبجيب الوعي خارج المكنة وبضيف عليه كباية واحدة من الطحين شوي شوي من تحت لفوق شوي شوي من تحت لفوق. برجع بجيب الصينية حرفة واطي مستطيلة بتكون بحط عليها هالمزيج وبمسحها لتصير بسماكة سنتي. فوتها بقلب الفرن او منحط صينية الفرن يعني هيدي صينية. اعطيني فوتك شوي. هاي صينية الفرن في حط ورقة عليها وسويها عليها ما بيأثر. ندوره منشان السوب الانيون فرد ملح. نرجع ملسناها نفوتها على نار حامي درجة الحرارة 220 من تحت الحرارة بس وهي بالنص او اعلى من النص ومنتركها 7 دقايق بالفرن. منشيلها بتركها 3 دقايق خارج الصينية على البلاط او على الطاولة. بجيب ورقة تانية مثلها طبها عليها من بعد 3 دقايق مش دغري. هيدي طرق حساسة يعني اذا هي وسخنة جيت انا بدك تقولي طب شو المشكلة ليش بدي انطر 3 دقايق دغري بطبها. مزبوط من طبها لزقت بالورقة ما بتسوى بتلزق بدها تنشف وجهها مشان ما عاد يلزق بالورقة. بسحب الورقة التحتانية بكون عامل قطر على النار 3/4 كباية سكر مع 3 ملاعق مي فقط وقشرة حامض. نحركهم على النار بغليهم شو دقيقتين بشيلهم وبسقي فيها هالعجينة. بسقيها لهالعجينة برجع بلفها رولو على بعضها وبرجع بشدها هيك. من بعد ما اعملها مثل الساندويش ورقتين ورقة من تحتها وورقة من فوق صارت بنكبش الورقة الفوقانية وبهدي ايدي اصبعي بالورقة التحتانية وبشد لتشد على بعضها وتلزق على بعضها. مزبوط برجع بحطها بالبراد اقل شيء ساعة ونص ساعتين بعدين بشيلها بقطعها. تكرم عينك واهلا وسهلا فيك. اوكي شيف بدنا نجي لهون. لا بدنا نتوقف عم حط اعلانية. اوكي يعني نتوقف عم حط اعلانية ونتابع حلقتنا انا والست هدى عبر شاشة التلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا انا والست هدى. الطحين بدي 3 ملاعق بدي حمصهم على النار. زحت المرقة لهون كمل نضجة. هون البصل هاللون اللي اخدته ذهبي حاطين معه شقفة زبدة. وهلأ هون عم نحمص الطحين بمقلية صغيرة او كاسرولة اللي بدكن ياه ليصير لون الطحين اشقر. اوكي شيف عندي سؤال من مدام رحال. كبة العدس يا هون في شغله فينا نعملها كمان. نوصنا النار انه وقت بتكونوا مستعجلين هالصينية يلي بالفرن وحطينا لها مي منشان نشهل بنضجها
شوف البخار عم يطلع من فوق لانه البطاطا كانت سخنه في اغلية هون كمان. ومناخد اتصال جديد. يلا برجع لك. ايه. الو. مرحبا شيف انطوان. مرحبتين يا اهلا وسهلا فيكي. اه شيف انطوان بدي اسالك فينا نعمل حليب البودرة لبنة؟ نعم. بس بده يكون كامل الدسم. الو. كيف العيار؟ كل كباية حليب بودرة، أربع كبايات مي، إذا كانت مي شرب بتسخنيهم ليصير حرارتهم 40 بتحطي إصبعك وبتعدي للعشرة، كل ترين حليب على النار بتضيفي لهم 3 ملاعق روبي، الروبي هو لبن بيكون، بتكوني طفيتي النار وحطيتي إصبعك وعديتي للعشرة، هاي الروبي موجودة هون، بتشيلي شوي من الحليب بتحطيهم فوق بتخلطيهم كلهم سوا على قلب الحليب. بتجيبي خشبة، هلا أيام سقعة لأنه بتجيبي خشبة مثل هاي بتحطي تحت منها فوطة، بتحطي الطنجرة عليها أو الوعي بتغطيه بحرام وبتتركيها 4 ساعات ممنوع حدا يدق فيها أو يهزها. بعد 4 ساعات بتكشفي عنها، بتتركيها ساعة بعدين بتفوتيها على البراد 2 ساعة وبتستعمليها. تكرم عينيك واهلا وسهلا فيك. ليه شاف اذا كان الحليب مش كامل الدسم ما بتطلع لبنه؟ ما بتطلع، لا بتطلع لبنه قليله، ما بتزبط. فيهم يساووا كامل الدسم. خلي لي اياها على النار عملي معروف، استعجل انت. خلي لي فينا نستعملها كامل الدسم، ووقت اللي بيطلع لبن عندنا اعتبري هيدي لبن. من إيش؟ من الوجه 1.5 سم. اوكي. هودي فيهم دسم ما بنكبهم، بنطعميهم للضعيف عندنا بالبيت. وهوديك بنفضيهم بالكيس بيطلعوا لبني لايت. اوكي. يلا. هذا الطحين رح فرجيكم اياه كيف صار لونه اسمر. كاميرا تاخده. ديري صوب جورج عملي معروف. جورج. هيك صار الطحين لونه اسمر. منضيفهم لهون. حطهم على البصلات. يلا حطيهم على البصلات واحركيهم. نحرك الطحين مع البصل، صار الطحين لونه اسمر. على الطريقة الفرنسية وأصولاً بدنا بيض أبيض. نرجع منضيف عليهم مرقة الدجاج أو مرقة العظام مع المواد العطرية. وبتركهم ليغلوا مع بعضهم الا شيء 10 دقائق. هلا بس يغلوا لانه البصل كثير احمر مع بعضهم بصير فينا نطحنهم. بحطها على النار القوية لتغلي وبعدين بنضيفها على النار الخفيفة لتستوي. اوكي شيف، بهالوقت بنشوف كبة العدس. كبة العدس، عدس 1/2 كيلو. اي نوع عدس؟ العدس الاحمر او الاخضر مش المجروش. اوكي. يعني حبة كاملة. بينسلق على النار العدس بده تقريبا 25 دقيقة. منشيله ونطحنه بالآلة الكهربائية. ضيف معه بصلة ببروشي وكبايتين ونص برغل أبيض. برغل أبيض
كبيتين ونص، وفي ناس بتحط بروى الأسمر بس كمان ناعم. ينحط معهم كمون ملعقة صغيرة، كراوية ملعقة صغيرة، ملح وقليل، وملعقة بهار أسود حلو. لحظة شايف هون بعده النار ماشية ولا البرغل؟ لا، العدس 25 دقيقة العدس طحناه، حطينا النار شلناه وطحناه. اوكي صار بارد هون هلا. برد برد. حطينا البرغل، حطينا البرغل عليه وحطينا البهارات اللي هي الكمون والكراوية والبهار الأسود الحلو والملح. اوكي ونحط البرغل عليهم. البرغل لازم يكون ناشف، يعني مغسل قبل يومين ثلاثة، أو منضيفه مثل ما هو ناشف وناعم، ومنسقيهم. ايه منسقيهم بالماي وبندعكهم مزبوط مع بصلة مبروشة. هلا كبة العدس إلى عدة حشوات، فينا نسويها قاطع مع السبانخ والسماء والبصل وبرش الحامض، فينا نسويها مع الجوز والسماء والبصل الجوانح وزيت الزيتون، فينا نسويها مع لحمة مفرومة خشن دورين مع بصل مقلية وشوية صنوبر أو كاجو أو لوز، فينا نحشيها أو هرمة، يعني بعدة حشوات. أوكي. بس الباز الأساسي لكبة العدس هي هودي الأساسي اللي نحن عملناه. أوكي هلأ هاي العجينة نحن نعتبر من بدنا نعمل حشوة فينا نقرصهم وبتاكلوا هيك عادي، بتاكلوا نيين هيك. هلا اذا بدك اياها قاطع بالمره، ايه ايه هيك، فيكي ساعتها بتكون شوي رخوي اكثر، بعد رخوي اكثر، وبتغطي ايدك بالماي بتدعكيها هيك شوي وبتحطيها بشكل مطول مثل على شكل الكفته، بس نص قرص كفته. بنحط جواتها بصل مع بقدونس ناعم وشويه حر، بحطوا معها شويه حر ساعتها، بتتاكل هيك مع زيت الزيتون. ايه اوكي. ناخذ اتصال. الو الو، مرحبا شيخ. مرحبتين، اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ كتر خير الله. الله يطول عمرك ويخلي لنا اياك، ما يحرمنا نصلي. تسلمي، كلك ذوق كلك ذوق. انا عم بحكيك من ايطاليا. اهلا وسهلا فيكي. ايه لو سمحت شيخ، ممكن تعطيني وصفة البلورية؟ وصفة البلورية؟ ايه لو سمحت. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك. بخاطر. الله يكرمك. تكرم. الله يسلمك، يعطيك العافية. تسلمي، كلك ذوق. يلا خليك تزحين لنا شوي. ايه بدنا نطحن. اعطينا نطفي النار. يلا. نطحنها، نطفي النار على طول. نجيب وعي بيتحمل حرارة، يا فخار يا أي نوع من معدن أو بورسلين بيتحمل حرارة. فينا نسوي بورسيون لوحدة مثل هالكيسة، وفينا نسويها عائلية بالبيت مثل هالفخارة. بعد بعد إيه بس شاف، ما هي لازم يضل فيها شوي بصل. أنا بحبها مطحونة. إيه أوكي رح نطحنها. طحني طحني. أوكي منجيب كبشة بعد. يلا هلا منيحة. يعني هو وإذا تكون عم تاكل أونيون سوب بده يطلع لك شوية بصل يضل يطلع تينعرف انك انت عم تاكل اونيون سوب. وقت بتكوني عاملي النكهه مزبوطه ما بدها. ايه هيك طريقتها. بنحطها بفخاره. يلا انا احطها كلها واحشي قدامكم شوي للكاسه لاعلمكم كمان كيف بالكاسه. اعطيني وجهي الوقت الثاني. هاي مثلا ما بتتحمل حراره، هاي بتتحمل حراره، دائما بنحط بتتحمل حراره. بهالشكل. هيدي عائليه وهيدي كل شخص لوحده.
كل شخص لوحده هيك بنحط العائلية هيك مجبورين نحطها هاي الجبنة هيك بنحطها لبورسيون وحده وهاي دي العائلية هاي غنية شوي بالجبنة بتكون هي لأنه مثل ما بتعرفوا ما فيها غير بصل وهني هول بيعطوها الطعمة الطيبة هلا بنحطها بالفرن بنخليها لتحمر الجبنه على وجهها وبعدين بنقدمها هلأ ست هدى كانت عم تقول انه اوقات بياكلوا السوبانونيون فيها بصل مطنطع مزبوط بس هي شو بيصير بيكونوا ما كانت هيدي الشغلات ما كان عندهم المطحن اليدوية الكهربائية او اليدوية عالناعمة كتير بيتركوها بيفرموه نص خشن البصل وبيتركوها على النار يغلي اكتر من 50 دقيقة قسم منه بيدوب وقسم منه بيضل يقرقش شوي صغيرة ولكن وقت نطحنه بشكل عام كمان بيضل شيء بسيط فيها ولكن هي وقت بتكون ناعمة دائما والأكل هو دائما بنقول ذوق في ناس بيحبوها تكون خشنة ويبين البصل وفي ناس ما بيحبوها هذا بيرجع ذوق لإله وبناخد اتصال ألو الو الو مرحبا كيفك شيخ؟ ماشي الحال كتر خير الله انت كيفك؟ شيخ بس بدي اسألك سؤال عم نعمل الملوخية صاروا كذا مرة عم تطلع مقطة اي ملوخية عم تستعمل طازة او مجلد او يابس لا يابس يابس اوكي يلا تكرم عيونك الملوخية اليابسة يمكن تكون الشركة اللي عم تصنعها مغسلتها قبل مزبوط ومنشفتها بيبستها ويمكن ناس هني بيجيبوها بينقوها ورق وبيبسوها أصبح نحن منا ضامنين إنه هالملوخية اليابسة ما فيها أتربة أو رمل شي بسيط وإن ما بيبينوا بكانوا كلهم ملزقين عليها شو بدنا نعمل بهيك حالة منجيب طنجرة وقبل ما نسقط الملوخية بالصلصة بنحط يابس هون من الملوخية الورق وهون بيكون في مي نعملهم هيك وبرجع بضيفهم بس أهم شيء ممنوع يغلو كتير والملوخية اليابسة في إلى مرتين ندور النار عليها أول شيء أول ما نحط الملوخية اليابسة نغليها غلوي ومنطفي النار منتركها 6-7 دقايق مطفي النار برجع بدور النار وبغليها 2 دقيقة وبقدمها ولكن قبل هاو كله بدها تكون الصلصة جاهزة يعني
حطيت شقفة زبدة، بصلة ناعمة قليتها فيها، ثوم ناعم، بصلة مشوية، ثوم مشوي، كمان بقشرهم وبدقهم وبضيفهم عليهم، ضلوع الكزبرة الخضرة بحط لها اياهم، وكزبرة يابسة، وبضيف اما مية الدجاج او مية العظام او مية اللحمة، بتركهم يغلوا مع بعضهم 20-25 دقيقة، برجع بطحنهم مثل ما طحنت هودي هلا البصل، ضف له عصير حامض، انتبه وين منضيف عصير حامض، اذا خمس اشخاص بدك تضيف 3 ملاعق او 4 ملاعق من الشوربة عصير حامض. الصلصة بمرحلة الغليان بتجيب الملوخية اليابسة تعملها هيك بالماء، لأذا فيها أطربي أو رمل ينزلوا بالماء والماء بتكون فاترة لأنها مسقعة ولأنها سخنة، ومنضيفهم على طنجرة الملوخية، نغلي الملوخية دقيقة واحدة بالأول، بطفي النار وبتركها 6-7 دقايق، برجع بدور ما بحركها، برجع بدور النار وبس تغلي، بغليها دقيقتين ومنقدمها مع الرز والخبز المحمص والبصل المفروم ناعم مع الخل أو مع الحامض. من قلك تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك. هلأ السنة شايف كل العالم يبست ملوخية لأنه كانوا عطلانين هم الكهرباء والبرادات. مزبوط، كانوا عطلانين هم البرادات، معنا صندوق تفاح بالجبل تركناه مع البراد، مع الاشتراك طلع 700,000 على البراد الصندوق، لانه حاطط بالبراد ما في الا صندوق تفاح، شلناه خي بطلنا ناكل تفاح، ما ندفع كل شهر 700 فينا البراد. بس انت بالبيت فيك تحطه مسقع، يعني ما كان بدك براد. انا قلت معلش داير البراد، قلت شو بيطلع 100-200,000 ايش الحال؟ ايش بال 700,000؟ يلا لنرجع لسؤالك، مثل ما عم تقول هدا في كثير ناس انتكلت على اشياء كله يابس، وفينا نرجع لليابس بكل سهوله، كل شيء فينا نرجع فيه نيبسه طريقه منيحه. اكثر كميه ممكن من الفيتامينات والاملاح المعدنيه بتكون موجوده بعدها بالشغله، بس بدنا نعرف كيف نرجع نستعملها. هلا يلي يبس ملوخيه بالبيت او من مصدر موثوق فيه انه هالملوخيه الخضراء قبل ما تتيبس مغسلة ومنشفة، ساعتها مش ضروري يعملوا هاي الطريقة بالمسفاية، دغري بحطوهم بيغلوا دقيقة بيطفوا النار، بعدين على 6-7 دقايق بيرجعوا بيدوروا عمو جديد بيغلوها دقيقتين وبيقدموها. اوكي شيف، انا اجاني سؤال عن اللوبيا، اذا بدنا نكبسها بمي وملح. في عندي 6 كبستها، وقت اجت فتحت المرتبين طلع عليه كوش وابيض، مش مسكر الباب، يا اما الملح شوي قليل يا الغطا مش مسكر مزبوط. هو شو بيصير؟ اول شيء بنذكر انه هالبرنامج هو برعاية يا ماما هالاصناف الطيبه، من خل البلسميك، خل التفاح، خل العنب، الحامض، الملح، الطحين، المظاهر، الموارد، كاتشب، جبس الرمان، الصويا صوص، صلصة البيتزا الطيبة هايدي، والمربيات على أنواعها، والباستا. بس أكتر ناس يلي بيشتغلوا بكبيس اللوبي ما بيشتغلوا بواحد صغير، بيشتغلوا بالكيلو. هلا هني بيقولوا وزنه كيلو، بس هو ربح للتاجر، هو أكتر من 800 جرام ما بيساع. ايه مظبوط. هلا بيجوا ليفتحوه، عادة كل شيء بده فتح بده هاي تبولي شوي 3 مرات ونكبس فتح. هلا هي المرتبين لانه مضغوط ما بيفتح بالسهوله، واذا ما ضربه، شفتي انا مرتين ضربته يعني صاروا 6 مرات، معناتها مشغول مضغوط. شو بيجوا يعملوا؟ بيجيبوا ملعقة مثل هالملعقة بنفسه، بيجوا بيعملوا بينبسطوا، تنبسط انه هي، بس هذا بطل فيها سنت الشيء تساوي فيه. ايه بس هلا باردون، هيدي المدام اللي عملتهم جابت اخت جديد، اكيد اكيد، لكن ملحته ولا خلص. انا عم اقول وين المشكله. هالمشكله بتكون
بيقرصوا قرصة من هون، هاي القرصة خلص عملت تنفيسي مثل الدولاب تبع السيارة، بتلاقوا انه في هواء، بعد شهر ونص صار ينزل كل يوم شوي، كل يوم شوي اخر شيء بينزل على الارض، اذا ما نفخوا اصبح لا يشفي تنفيس صغيره. وهي كمان هي فاذا المشكله بتكون ملح او الغطاء او الغطاء او مش مضغوط مزبوط. نعم. اوكي هلا الملح، الملح شو بدنا نعطيه عيار؟ كل كبايه ملعقه ملح خشب. اي 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 شو مش حالك؟ اول وحده انتلت كثير، اعطينا الفوط. الفوط الفوط فوالا. لا بس عزه شاي عزه هي. بس انتبهنا هي. انتبهنا اكيد عزه. شو حلوه مع الشيف بتكون عزه. يا وهي اللي عم تطلع. اوكي نشوف هون. يلا بدهم شوي. يلا اربط كمان عزه بعد شوي عزه اصبح او بيقرصوها بالسكين. هلا فيكم تضربوها بمدقه الثوم، يعني اذا واحد بيش تضرب بايده يعني تخاف على ايديا تضرب تبع الثوم شوي صغيرة أي شيء. فإذا العيار تبع الملح كيف كباية مي بدها ملعقة ملح خشن. برافو. بس هاي الملعقة الشوربة ملعقة شوربة. إيه هاي الملعقة كل كباية مي ملعقة. يعايروا كبايات ويحطوا. كمان في شغلة، إذا الغطا مستعمل قبل بسنة عفوا وما تنظف مزبوط ما تصوبن مزبوط أو من غلى على النار كمان بيعمل هيك. يعني فينا وقت نغلي لوحدهم الأغطية هي إيه؟ الغطا بنحطهم بواعي مع ماي وبيغليهم. هلا للناس يلي بده يحطوها ويغلوها بالماي كيف إيه يعني؟ ايه بيعقموا دائم. هيدي مثلا فيهم يعملوا كل الأناني هيك. هلا هيدا قبل ما اجيبه انا لتبع ال 800 جرام ما بيسوى. والمايونيز احنا بنعقمه بتعقم في مكانات له كمان. هاي ما بتطالوا بده يكون الطنجره اعلى. ايه يعني المي بدها تغم المرطبين. بلا تغم المرطبين هيدي بطريقه كتير سهله. هلا في ناس شو بيعملوا؟ بيعملوه هيك كمان صح منه غلط هيك. اوكي وبيغلوه. بس الافضل والأضمن الطنجرة تكون كبيرة، الماي غمتهم كلهم لفوق بيشتغلوا عليها. والتعقيم بده يكون غالي ربع ساعة؟ 20 دقيقة. عم تزيد علي. عم زيد ايه شو لك؟ يعني إذا بدك تعقيم مضبوط 20 دقيقة. 20، طيب خلص أنا بعملها 25. لا ما بدنا كثير كمان. أوكي. هالأيام الغاز غالي بتصرفي غاز. بس رخصي رخصي. إذا مش مبينة أبو جريج بعمل لك هيك تكرم هون. بس أنا هيك قادر أحطها على البلاستيك من هون. خلصت؟ يلا بنشرح لنا شرحة صغيرة بعد. أوكي يلا. يعني هاو السؤالات كتير مهمة. إي ولو شايف أنا بسألك سؤالات. هلا كان يجينا كتير أسئلة عن الكاتشب. الكاتشب أصولا بندورة. بندورة لازم على طول شي راسة وكعبة تكون مستوية منيح وبموسمها منسلقها بالماي. هي أصول منسلقها إيه؟ بالماي دقيقتين منشيلها منحطها بمصفاية منتركها تبرد منقشرها منكب القشر منقصها بالنص منعصرها بإيدنا لننزل كل البزر والزوم منها. هاو برجع بصفيهم عليها لنكب البزر نرجع منضربها بالآلة الكهربائية أو باليدوية على الناعم مزبوط. برجع بغليها على النار ساعة ونص نرجع منضف للخل
السكر والسكر يلي هني موجودين فيها. في ناس بتضيف شوية خردل وأكيد الملح يلي بيكون لإلة. هلأ من الكاتشب في أعمل أنا عدة صلصات، هذا الأساس هالباز، يعني في ضيف فلافلة أنا مثلا بخلطهم مع بعضهم، بعمل تلتين بنادول تلت فلافلة حلوة، في منهم بحطوا مع فواكه كمان، بحطوا مع تفاح، بحطوا مع نجاس، تغير الجو كله، تغير كله، بس بيعطي نكهات مختلفة. يعني بيصيروا مش بس يحطوها على البيتزا، بيصيروا يحطوها على أصناف عديدة مختلفة عنا. تغيرت النكهة كله. نكهة طبيعية. شاف سمعت بدي أحكي فيها أنا وياك هالقصة، سمعت على الأخبار جمعة الماضي هالعيلة اللي أكلت شامبينيون بالبرية أو سمعت فيها. أوكي. لأنه أنا على طول بقول أنا بذاتي أنا الشيف أنطوان ما بجيب شامبينيون بلاقيه بالبري وبلاقيه بشيله بقطفه، لأنه بالفطر في حوالي 1300 نوع بيناتهم 650-700 سام والباقي منه سام. هلا مش نحن أخدين في مكانات اللي بتفحص هي اللي بتعرف، هلا بكتيريا اللي بالسوق كيف بيعرفوا هودي في بذر لإلهم بيزرعون هن بمزرعتهم مثل ما بنزرع الرشاد والفجل والبقدونس ومن قصهم، هذا النوع الفطر يلي بيزرعوا بجلوبه دغري ونحن بنستهلكه وما في اي ضرر عليه. مشان هيك بنقول ممنوع حدا يلاقي اي نوع فطر بالجنينة عنده او هو بالحقلة ويجيبهم ويقول هذا مثل الفطر يلي بتشتري امي ومناكله او بيي. يعني تسمموا الجميع، تسمموا منا لعبة وسم الفطر قوي. يلا ما زال عندنا مقادير لنكمل بهول شوي، نشوف المقادير. بعد ما شفنا المقادير، سوب الونيون دجاج بالبطاطا بالفرن مع الكركم، وهيك بتكون محمرة، شايفي كيف التحمير، ويعني بعد شوي أكتر. ميرسي ست هدى على معاونتك على الأصناف الطيبة. سوب الونيون عائلية، هاي كل شخص لوحده بالمطاعم هيك بتتنزل، وأكيد هون الدجاج مع البطاطا بينزل للشخص فقط مع بطاطا. ودائما من إلكم ألف صحتين عبر شاشة تلفزيون لبنان. من إلكم باي باي، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام ونشوفكم بخير. من إلكم باي باي.